السلام عليكم خوتي، اليوم رانا امام مقر جريده الخبر في حيدره. يعني تلاقينا مع واحد العائله هنايا عندهم مشكله في السكن، نخلوهم يهضروا على مشكلتهم ان شاء الله وربي يكون في عونهم، وهذا هو ويعطيكم الصحه، نخلوهم يهضروا ان شاء الله. السلام عليكم. تقول يتكلم انت والله هي والله تفضل خويا. بون بسم الله، حنا ثلاث عائلات رحلونا من قصبه. ثلاث عائلات رحلوهم في شالي واحد، والعائله الاولى فيها 11 نفر وزوج عائلات واحد اخرين فيهم ثلاث افراد، وحنا دوك انا نحوسوا تما المفيد ديالنا للحل بيسك رحلونا للبلايص خلونا في الزنقه، رانا بولادنا. بون انا بوليدي ومرتي تمزوج. انا عم الله يبارك، وهاد السيد راه بوليدي ومرتو. بون انتم عائله وحده ولا مختلفين؟ حنا عائله نفس لقب، يعني فاميليا عائله وحده. وشنو كان حاجه 17 فرد ما تردوش علي واحد فيه زوج بيوت. انا هكذا حنا رانا نحوسوا للحل. نتوما راح لكم علاش راح لكم؟ احنا الخطر باسكو العماره ديالنا راه طايحه، مهدده بالانهيار، راهي مهدده بالانهيار. حنا الصطا ديال باللي قال لك خرجناكم بيست، راكم في حاله دونجي بزاف. حنا ماذا بينا يكون الحل باسكو خرجونا بالقوه، ما خرجناش بارادتنا حنا، ماذا بينا كاين اللي حقوا تما لهذاك الحل لازم يديروه الحل هذا، بيست حنا رانا ثلاث عائلات في الزنقه، حوايجنا راهم برا، ولادنا هم برا. انا عندي وليدي في عمره 4 شهور في الزنقه، ماذا بيا يكون الحل بيست. كما اذا ما كاش حل حاجة الاخرانية، الحل ديالنا نعاود نولوا للدار اللي كنا فيها، بيسك ما عندناش دروه، ما عندناش وين نروحوا بريميرمون، ودوزيامون هضرنا مع السلطات كاع اللي وجهنا نداء للوالي والله دايره. وحنا البلديه ما قال لنا ما كاين حتى حل. واش من رئيس البلديه تاعكم قصبه؟ ما عندناش اصلا معلومه رئيس البلديه، ما عندناش رئيس بلديه في قصبه. واش من دايره؟ واش بلديه؟ بلديه قصبه، ماشي الجزائر الوسطى. لا لا لا، قصبه. ورحنا للدائره تاع باب الوسطى ديال التابعين ليها حنا، قال لك ما تقدروش تشوفوا الوالي وما عندكم تهضر مع الوالي. وسما كيما درنا ما لقيناش حل، ماذا بينا يكون حل يا خويا. ان شاء الله نقدر نسمعوا اختنا يماك الله يبارك. يا اختي واش تقولي للناس اذا كذا ان شاء الله يكونوا الناس مصلحين في الاداره الجزائريه ويسمعوا هذا النداء تاعكم؟ ان شاء الله احنا ما نتمناو والو، نتمناو وهاد ثلاث عائلات تكونوا راهم في الزنقه. انايا انا ما نقدرش نرفد ولدي باسكو انا راني حتى انا راني في الدونجي. قالت انا عندي بيت وحده ورانا سبع افراد بلا ولدي ومرتو ووليدو. نتمنى يا خويا وهاد ثلاث عائلات احنا ما قدرناش، ولا تشوف رضيع مولا 4 شهور في الزنقه، يا هل ترى هذا السلطات المعنيه بالامر ما تقدرش حتى هي ما تقدرش باش تشوف رضيع مولا 4 شهور هي مرمي في الزنقه. انا في البرد وانا في الشتاء، والشتاء تاع البارح كاع جازت علينا. ربي يكون في عونكم ان شاء الله. ان شاء الله انا يما عندي لاطونسيون، البارح طلعت لي 21 لاطونسيون، قريب تعوقت على جال باش نخمر على وليدي ونشوف في الوضعيه تاعو اللي ما تسمحش لاي فرد جزائري. احنا عندنا حق باش تكلمنا، حق المواطن كجزائري، حق مواطن، اي حق مواطن جزائري. كون ما عندناش حق وخارجين القانون ما نقدرش نديروا هذا الشيء كامل. صح خويا. شكرا. السلام عليكم. سلام. انت بسيبتك؟ احنا حال غير كنت ساكن في والله. تداني معاهم ولا وحده؟ نفس العائله. نفس العائله. عندي وليدي في عمره 60، رحلونا والحل تاعها كيما راه نقول لك ما كاش كيفاش. الله يبارك. شكيتو رحتو للشكيلة؟ رحنا للوحدة. شكون ماكم ساكن؟ دوك ساكن بوشكيلة بوتوكاسي. حنا رانا دايرين نرقص تاعنا. ما فرقتو في لي شالي؟ لا لا لا، في دار عمارة. عمارة دوري مصطفى اسماعيل. عمارة وقمت بان يعني العمارة هذيك راح طيح. ورحلونا عندي النداء هذا لما توجهوا النداء بهذا لما نوجهوا للسلطات العليا باسكو الصعيبه، السلطات المحليه ما داروا لنا والو، ما داروا لنا والو. يعني يا ترى درنا عندكم حق يعني في هذا؟ عندنا حق، عندنا حق. يعطيك شالي واحد، يعطيك شالي واحد فور دو تروا فامي، وهذا الشالي يعني مؤقت ماشي تروا فامي. تروا فامي تعرفوا ولا واحد ما يعرفوا؟ لا لا لا، الشيخ هذا ابنه، هذا ابن ابنه. انا وليد احنا عبد المجيد وساكن معاه في بيت وحده، تسمى زوج بيت قاسمينهم، هو عنده بيت وانا عندي بيت، كنا ساكنين في عندنا في عماره جهه واحده. ونهار الرحيل يعني داروا لنا مع الشيخ. انا علاش يديرني مع الشيخ؟ باسكو عندي كارني تاعي وحدي مع المراه تاعي وليدي، والشيخ عنده كارني تاعو وحده مع العائله تاعو. وهذا قال لك كاع عنده يعني بيت وحده،
وليدو المرأة تاعو ونهار كي عطاونا يعني شحال واحد بوطرو داخل تروبا ما كاش كيفاش دير الحل يا خي ربي ان شاء الله يحلو عليك الحل راه يتحل ان شاء الله والله يعني الحل تاعنا رانا رايحين نعاودو نوليو للعماره نريبو هاي بينا يعني ربي ان شاء الله يسمعوا النداء تاعكم اخي انا ان شاء الله نوجه النداء وحنا نوجه لوجه الله يعني نديروا لوجه الله ما عندي حتى فائده من هذا الفيديو راح نسبب فقط ان شاء الله ربي يجيب فيها الخير يعطيك الصحة أختي واش حبيتي تهضري يا خويا أنا حبيت نوجه نداء إلى السلطات العليا باسكو السلطات المحلية ما داروا لنا والو حبيت نقول لهم بلي حنا كنا في عمارة ريبة كنا خايفين من خطر الموت ما نرقدوش الليل باسكو خايفين يطيح علينا دوك ولينا خايفين التشرد عندنا ولاد متمدرسين يعني ما راهمش كاع يقراو أولا البعد وثانيا ما عندهمش المأوى حنا نوجهوا ماذا بينا نوجهوا النداء وإن شاء الله النداء تاعنا ياخذوه بعين الاعتبار نعم ان شاء الله يسمعوني يديروا لنا حد القريب العاجل انتما جيتوا الخبر تشكو اليوم الخبر واش قال لكم الخبر حنا جينا الخبر جبنا رساله مفتوحه ومستعجله للسيد رئيس الجمهوريه كتبناها ان شاء الله وان شاء الله يكون عندها الاذان الساغيه باش تجيب لنا نتيجه ولو كان مش ايمان منا بالقضيه ديالنا عادله يعني قضيه عادله عندنا حق عندنا الحق ماشي يعني عندنا الايمان الكامل بالقضيه ديالنا وعندنا الحق باسكو حنا سكان قدامى في العماره هذه 50 سنه عندنا صريح انا شيخي عنده اكثر من 50 سنه في هذه العماره وهذا وليده يعني دوكا فايت 50 راه معاه احنا هذه العائله متكونه من زوج عائلات دوك راكم ساكنين دوك رانا في الشاليه تاع برج الكيفان الترحيل ديالنا ترحيل غير عادل ترحيل تعسفي عطاونا وعود كاذبه مزيفه كاش وعده في الشالي واش مجهه في الشاليه تاع برج الكيفان واش مجهه باتو كاسي اسمها البلاصه هذه سمع عطونا كي ما حبيناش نخرجوا لهم كي عطونا مع بعضنا ما حبيناش نخرجوا السلطات المعنيه عطونا شالي واحد متكون من غرفتين فيه 14 فرد تلت عائله كي لحقنا التم كي لحقنا التم يعيطوا بالفيد غود هذيك قال السيد ماشي بعاد وين على وين كنا قال السيد احنا عبد المجيد نورمالمون مع ثلاث عائلات وليدو فينالمون يسكن الشيخ وانتم زوج عائلات ما كانش في الفيديو غوت ما عندكش وين تروح قعدنا برا هبطوا لنا القش ديالنا من الكاميو وقعدنا برا تقدر في الاخرى خسرنا شالي خسرنا شالي ما خلاناش دخلنا كش وحده وثما في الشاليه هذا كان نهضروا معاه ولك شباكي روحوا ثما الشاليه خسرنا خرجنا بلي جوندار مسؤولين كاين مسؤولين تما صاد اللي كما نقولوا حنا كي تجي ماركي لك يعطيك النيميرو تاع الشاليه ديالك يعطيك المفتاح حنا كسرنا شالي دخلنا جاو لينا لي جوندار خرجونا بالقوه صافي الامر جام ماشي من تاع الاخر جام من البرج كيف قالوا اسمح لي اسمح لي فيسك برج كيفان واش قال لك قال لك لازم فيدوروت باش نعطيك شالي لازم فيدوروت فيدوروت باش تجيبها لازم تروح لا دايره دار تاع تما ولا تاع لي رحلتك تاع باب الواد وحنا حبطنا لا دايره انا ما عندنا ما نديرو ما عندنا حتى حل تدير حطوا الشكوى ديالكم ونهار الحد ان شاء الله ولوا وحنا لحد ما ملو كانت الحق لحد وما كاش حال سما ريحوا برا باسكو هي مطوله بينا ورانا برا وتزيد تطول اخويا ودوك حنا حوايجنا رانا في لي شالي حوايجنا ما نشمهمش فيها في لي شالي راهم في لاطونت وحطينا ناس يخلصوا على خلصنا ناس باش نحسن حوايجنا باش نجيو لمقر الخبر باش نشوفوا ونسالح كل واحد وين راهو وحده عند الجار وحده عند انت قبل ما دير واسمو قبل ما دير العفش تاعك في لاطونت نعم وين كنت معلو قبل كان محطوط برا ما كاش وين صح انا ترحيت انا كان 30 قبل ما تجي الشالي اللي خرجوك منه وين كنت انا كنت في السكن انا كان عندي زوج بيوت وحدي انا كان عندي زوج بيوت وحدي كنت ساكن وحدي فهمني وهذا عمي كان ساكن مع جدي وشنو كاينه حاجه انا كنت جايب خيط تاع تريسيتي مع جدي وهذا كان ساكن مع جدي صادير انا ساكن وحدي هكذا صادير ماما يعطيني وحدي ما عطانيش مع جدي ومام طون الدوسي هذايا داروا طروا الدوسي ديالي والدوسي تاع عمي داروهم داخل الدوسي تاع جدي وغلقوا عليهم ما بان عليهم حتى خبر فهمتني صادير ماما حنا عطونا بحدنا بيسك علاش 14 نفرت في شالي واحد ديجا حنا القش تاع جدي وحده وعمر الشالي والقش ديالنا وين راه صح 14 واحد مع جدي شنو رقدوا معلومتك باللي الشاليه اللي ترحلنا ليهم وانتهيت الصلاحيه يعني كانوا فيهم سكان ورحلوهم على بالي انتهيت الصلاحيه يعني احنا هذا من المنطقه يسكن المنطقه هذا السيدي يسكن يعرفها مليح تما زيد تربي فيه نقدروا يعني نمرضوا احنا المشكل ديالنا ماشي حتى لو كان منتهي الصلاحيه داك الشاليه ما يهمناش احنا اعطيني سقف برك نخبي راسي ولادنا اخر كلمه واش يعني تقولوا لنا يعني بما ان النداء نتمنى ان شاء الله النداء ديالنا يسمعوه ويوصل للسلطات ان شاء الله ويجيب نتيجه والله هذا ما نقولوا صلى الله عليك بصحه اخويا ان شاء الله احنا سبب خويا شباب المستقبل خويا واش ان شاء الله يكون حل
الاقرب كما نقولوا المستطاع باسكو كنطولوا هكذا ما نمشي انا ورانا في بلادنا ربي يحول ان شاء الله يحل عليكم ان شاء الله. جزائريين ماشي عندكم حق المواطنه كجزائري عندك نورمال حنا عندنا حق حنا خدمه وما خدمناش تما حق الخدمه وما عطاوناش يزدوها ما يعطوناش حق السكنه تما ما ولا ما عندنا حتى حق في هذه البلاد تما لازم نخرجوا منها. ما نديرش حقنا رايحين نهدوا ب انا ولا رايح ندير انا وحده يعني نهضر على روحي انا رايح ندير اضراب على الطعام حتى ندي حقي. لكن هنا ان شاء الله الخبره ثاني يدير لكم موضوع يعني رساله. لا لا انا الخبر ماشي باش يديروا لي موضوع انا ديجا الموضوع ديجا وجهتني دعات كان في جريده اخرى يعني درت بصح انا الخبر ان شاء الله يديروا لي رساله مفتوحه للسيد رئيس الجمهوريه ان شاء الله في اقرب وقت نحب ربي ان شاء الله يوفقهم ان شاء الله يكون خبر صار في اقرب وقت. والسلام عليكم. السلام عليكم.